احتضنتها بقوة وكنت أبكي في أحضانها، مسحت لي دموعي وقالت لي لا تبكي، وكانت تبتسم، ثم أعطتني جلباب واسع لونه بيج فاتح وحجاب نفس اللون، ثم اختفت. وسمعت صوت قرآن مع العالم أنها مع العلم أنها كانت ملتزمة جدا. الله يا صديق دلي أنا؟ ايه. أنا فاكر أستاذ كل الدنيا لك. لا حبيبي أنا فاكر أستاذ أنا بالعكس مبسوط والله كويس، لأنه تلتقي أرواح الأموات مع الأحياء دليل على الاشتياق والمحبة بين روحك وروح الجدة. لكن لما تديك جلباب، الجلباب للعزباء، أنت ما قلت بس أتوقع أن تكوني عزباء يعني، والله على أعلم. الجلباب هو الزوج، يقول الله تبارك وتعالى عن الأزواج والزوجات هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فده ربما زوج أو خاطب يأتي بإذن الله تبارك وتعالى. وبعدين آخر الرؤية قالت أن هي راحت لتلاقي حجاب وجلباب، أعطت لها حجاب وجلباب وكانت تبكي في آخر الرؤية كمان بس. سعيدة كانت سعيدة إن شاء الله جدتك تكون والله أعلى وأعلم في أحسن حال. أكثر لها من الدعاء والصدقة وأبشري بالخير بإذن الله، أسأل الله أن يأتيك بالزوج.